صرير ريح وبقايا خيام ممزقة تحاول احتواء بعض الساكنين هنا، بل تخفي قدرا كافيا من الوجع ورثاء الحياة بأكملها. في مخيم للنازحين القادمين من مدينة حرض الحدودية إلى مديرية القناوص شمال غرب محافظة الحديدة، لا شيء يسمع غير صوت الريح. وجه آخر للحرب، حيث تدفع إلى هنا بمئات الأسر الهاربة من مناطق الصراع على الحدود بين اليمن والمملكة العربية السعودية، وعندما يصبح الهروب من الرصاص والقذائف هدفاً رئيسياً للبقاء على قيد الحياة، فلا يفكر الفارون بشيء آخر. حصر الجوع هؤلاء النازحين، فاضطر البعض منهم إلى إطعام أبنائهم من النفايات مخافة الموت رغم المخاطر المترتبة على ذلك. لكن من لم يمت بالحرب مات بالجوع والإهمال والعراء، هو على ما يبدو قدرهم في وطن مزقته الميليشيا وضعفت من الفقر والجوع والمرض، ثم ألقت بهم الظروف القاسية في العراء، حيث يحضر الوجع ببذخ لينال من أجساد هزيلة شديدة الضعف لا تجد ما يسد حاجتها من متطلبات العيش ولو للبقاء على قيد الحياة. حتى الفرش ما فيش معانا. مر وقت طويل على أن يرى هؤلاء الحياة كما يجب، فبقاؤهم خلف هذه الأسمال وبقايا جدران من ستائر ممزقة حيث تتنوع قصصهم، لكنها في الأساس قصة واحدة عنوانها فاجعة الهروب إلى المجهول.